حرب الحصار والتجويع والقتل مستمرة في تعز، في تزامن هو الأسوأ بين عدوانين تتعرض لهما هذه المحافظة التي تقاوم دون كلل اعتداءات الميليشيا بمختلف أنواع الأسلحة على التجمعات السكانية دون تمييز بين مدني ومحارب، في وقت يستمر فيه الحصار والتجويع والقتل البطيء للسكان. عدد الموت يحصد المدنيين جراء استمرار سقوط القذائف العشوائية على الأحياء المحررة من مدينة تعز. أحدث حصيلة هذا القصف 3 مدنيين بينهم طفل وامرأة استشهدوا جراء سقوط قذيفة على منزلهم في حي الدار بمنطقة بير باشا. لأكثر من عام ونصف لم يصل إلا القليل من المساعدات الغذائية إلى مدينة تعز وإلى المناطق الأشد تضرراً في ريف المحافظة، والسبب هو نفسه، إنه الحصار الذي لا تزال ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تفرضه على المحافظة. صوت واحد فقط ارتفع داخل منظمة الأمم المتحدة ليكشف حقيقة ما يجري في تعز وفي غيرها من مناطق سيطرة الميليشيا. فقد أقر المتحدث باسم منظمة اليونيسيف بسمارك سوانجن بأن الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى اليمن في محاولة للسيطرة عليها. سوانجين قال لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن العديد من المستلزمات الضرورية في البلدان المجاورة لعدة أشهر في انتظار موافقة من الحوثيين، حقيقة أقر بها أيضا أحد المسؤولين عن المساعدات الغربية الذي أكد للصحيفة ذاتها أن الميليشيات تسعى للسيطرة وتوجيه تدفق المساعدات، أمر دفع بوزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى مطالبة برنامج الغذاء العالمي بالخروج عن صمته وإدانة الميليشيا التي تمنع وصول العشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية إلى تعز. محاولات إنقاذ المتضررين من الحرب لا تتوقف، كهذه التي تبذلها مؤسسة توكل كرمان الدولية التي بدأت برنامجاً للإغاثة في مديرية الصلو استهلته ب500 سلة غذائية كمرحلة أولى تلبية لحاجات مئات العائلات التي تواجه صعوبة في تلبية متطلبات الحياة وتلك التي اضطرت للنزوح هرباً من قصف الميليشيا الذي تركز على القرى والتجمعات السكانية في المديرية.